بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وأولى حلقات برنامج الترند. بالتأكيد كنا معاكم أول أمس في حلقة يوم السبت، كانت حلقة استثنائية خاصة ببطولة السوبر المصري للأندية الأبطال والمشاركة الخاصة جدا بفريق النادي الأهلي. قبل أولى المباريات كانت أمام سيراميكا كليوباترا، والتي نجح فيها الأهلي بالأمس بالفوز بهدفين مقابل هدف والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة نادي الزمالك يوم الخميس المقبل إن شاء الله في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. النهاردة حلقة جديدة من برنامج الترند بشكل جديد، بموضوعات مختلفة، بفقرات أتمنى بإذن الله تنال إعجابكم. عندنا أخبار حصرية، عندنا موضوعات هامة جدا تخص جماهير النادي الأهلي في المقام الأول، وبالتأكيد كمان هنتناول بعض الموضوعات اللي بتهم بالتأكيد المشاهد الكروي المصري في جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربي في كل مكان. بالطبع يمكن قبل ما أدخل في أي حاجة وفي أي تفاصيل لازم أشكر كل الناس اللي كان ليها ردود فعل إيجابية جدا على الحلقة الاستثنائية يوم السبت الماضي، والشكل الجديد بإذن الله اللي هيكون في برنامج الترند خلال الفترة اللي جاية. دايما احنا معودينكم على كل الجديد وكل القضايا وكل الموضوعات هنا عبر شاشة قناة الأهلي، وبوعدكم بإذن الله الكل بلا استثناء هيبذل يعني كل المستطاع أو قدر المستطاع عشان نقدم لكم وجبة كروية دسمة من أخبار حصرية، من موضوعات، من كواليس، سواء للنادي الأهلي أو بشكل عام في الكرة المصرية. طبعا البداية بالنسبة للنادي الأهلي بالأمس في أول مباراة للموسم المحلي بالفوز على سيراميكا في الدور نصف النهائي لكأس السوبر بهدفين مقابل هدف، والانطلاقة الجيدة سواء في النتيجة وهدف طاهر محمد طاهر اللي في أول 10 ثواني واللي بيعد حاليا من أسرع الأهداف اللي جت في تاريخ الكرة المصرية، ليست فقط في تاريخ بطولات السوبر. يمكن من خلال متابعتنا كده للأمور التاريخية أعتقد كان في صعوبة إن أنت تبص على الأرقام التاريخية وتلاقي حد جايب هدف قبل 10 ثواني في ظل إنك كمان مش أنت اللي بتسنتر أو أنت اللي بتبدأ ضربة البداية، ده أنت بتضغط على الفريق المنافس، بتقطع الكرة وعلى طول هدف عشان طاهر محمد طاهر يدخل التاريخ بأسرع هدف في تاريخ الكرة المصرية عبر سنوات طويلة جدا. مكسب مهم، انطلاقة قوية جدا. صحيح الجميع بلا استثناء يتمنى أن يكون هناك أفضل من ذلك، بالتأكيد طبعا الأهلي كان بعد مباراة السوبر الإفريقي الكل كان بيستنى يشوف الشكل الجديد للنادي الأهلي في بطولة السوبر المصري. هل هيبقى فيه تغييرات في التشكيل؟ كولر هيفكر إزاي في المرحلة الجاية؟ هل هيبقى فيه يعني تعديل في شكل التشكيل؟ أكيد كل ده امبارح الكل كان مهتم عشان يتابعوا في مباراة الأهلي وسيراميكا. المهم دلوقتي النتيجة، المهم دلوقتي التأهل، إيه اللي نقدر نعمله على مباراة الخميس اللي جاي؟ أكيد هيكون فيه استعدادات مختلفة. حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل كتيرة على كواليس الأهلي في الإمارات، آخر الأخبار، آخر المستجدات، آخر الموضوعات بالتأكيد اللي هي حاليا توبيك على السوشيال ميديا.